وفقك الله. يقول: هناك من المفسرين من يعرف حال المتصل مباشرة من غير أن يصرح به المتصل، فهل يعتبر هذا من الاستعانة بالقرين أو هو نوع من الاستعانة بالجن؟ من المعبرين، من المعبرين من يعرف حال المتصل من غير أن يصرح به المتصل، يعرفه؟ كيف يعرفه؟ كيف يعرفه؟ يعني يسأله عن اسمه، اسم أمه، اسم يقول فيك كذا يا شيخ، وفيك كذا، وفيك كذا، قبل أن يقول. فكان أنه يعرفه بدون سبب، بدون سبب عرفه إياه، هذا لا شك أنه دجال وأنه مشعوذ. نعم، وله عملاء من الجن يخبرونه. نعم، على كل حال هذا العمل لا يجوز، تعبير الرؤيا بهذه الفوضى لا يجوز هذا. نعم.